والله شوف، أول شيء أنا أقول إنه القائد الحقيقي هو من يقود الجماهير لا من تقوده الجماهير. والثاني شيء أنا أقول إنه أيضا الطموح واحد بين الإدارة وبين الجماهير بالتأكيد. كلهم يسعون مثلا لتحقيق منجز ما أيا كان هالمنجز، سواء البقاء في الدوري المحترفين، سواء الوصول للأربعة الأوائل تأهل الآسيا، سواء تحقيق اللقب للمنافسين على اللقب. كل أحد عنده طموح، الطموح مشترك بين الإدارة والجماهير. لكن هل مطالب الجماهير الآن، وهذا السؤال يعني المطالب الدائمة للجماهير، معقول الإدارة ما تعرف عنها؟ معقول الجهاز الإداري ما يعرف عنها؟ وكل هالمقربين ترى المطالب يعني مطالب عادية. مطالب لما تتكلم عن مثلا حتى فيتوريا انك تغيره، هل انت اعلم بالاداره بالعمل اللي قاعد يقدمه فيتوريا في التمارين في التدريبات؟ على العكس من ذلك، تتذكر نواف بن سعد لما كان جالس على الطاوله عندك هنا، لما كانت موضوع دياز، ما كان احد يعرف انه دياز وش اللي اختلف في الهلال، وانه دياز سلم الخيط والمخيط الى ابنه، وما كان احد يعرف من جماهير الهلال كلها انه يطول العمر اللاعبين بدا على كلام الامير نواف مساعد الله يذكره بالخير، انه اللاعبين بدا يتسلل عندهم انه اذا تبغى تلعب خليك كويس مع عرفت مساعد المدرب. هذه امور خطيره تحدث في النادي، لازم اتخذ قرار فعلا يعني فني. لو تتكلم جماهير الهلال الان تطالب بدياز وتتحسر بعضها على دياز، وليش يلغى عقد دياز؟ يعني انا اتكلمك الحين اضرب لك مثال اخر، حتى عندما تلغي عقد مدرب انت شايف اشياء في التدريبات، شايف اشياء وتصرفات منه، ممكن تشوف مثلا المدرب ايضا تشوفه فيه مشاكل وخلاص ما فيه توافق مع اللاعبين، فانت هنا لازم تتدخل كقائد صح ولا لا وتحل هالاشكال. فانا اقول انه الجماهير دائما عاطفيه ومطالبها ترى واضح، حتى الجماهير لما تطالب مثلا بمطالب اخرى، خلينا من نقابه المدربين، تقول لك مثلا تعاقدوا مع جناح ايسر جناح ايمن، هل تتخيل انه الاداره ما هي عارفه هالشيء؟ تراهم غير انهم مسؤولين وعارفين وجوا الفريق ايضا تراهم زيهم زيك مشجعين ومحبين صح ولا لا ويتمنون هالشيء. فانا اتكلم انه المطالب الجماهيريه دائما ترى على فكره معلومه عند الاداره، لكن من يحقق صح من يعرف البواطن الامور هي الاداره، من يفترض انه يتصرف في الاداره، الاداره هي يفترض من تقود الجماهير لا من تقودها الاداره. قال كلمه ابو تركي، قال اذا الاداره بتسمع كلام الجماهير فتروح تجلس معهم. انت ترى على فكره الموجود الرئيس النادي ايا كان او المشرف او الاداري او غيره، ترى هو على فكره مشجع نصراوي او هلالي صح ولا لا، جاء وعمل في هالكيان. فإذا أنت ما راح تتحلى بالمسؤولية وتكون فعلا شخص مسؤول كرئيس نادي كمشرف، فعلا خلي ارجع مكانك، خليك مع الجماهير وقعد طالب صح ولا لا لا وسوي كل هالأشياء. ففي كثير من الأمور أنت ما تعرفها يعني. شوف خليني أقول لك شيء، غير كذا لا غير كذا الجماهير عاطفية، الجماهير نفسها هي من راح شو اسمه يعني تغير آرائها بعد بكرة. مثلا لو والله ما لا لا في نقطة، أنا ما أطرح مثال بالنصر، لو الفريق فائز شوف 180 درجة. لا لا في نقطة في نقطة على فكرة، على فكرة حتى احنا على الطاولة ذي عشان ما ابرر نفسنا، احنا قاعد نتكلم على حتى المحللين، لا لا حتى المحللين شفت بعد التغييرات اللي احنا قلنا، نقول انه فيتوريا اخطا لما اشرك البريكان واخرج مارتينيز، شفت لو البريكان جاب جول وانت وفاز النصر كلنا على هالطاولة مع الجمهور قلنا العبقري فيتوريا، بس تعال على فكرة وفيتوريا العبقري، وحتى المحللين الفنيين راح يتكلمون بهالشكل. فالأمور نسبية يعني، حتى مثلا التغييرات، ولما نتكلم عن الأخطاء ترى أنت ممكن تشوف هالشيء خطأ من وجهة نظرك، وهو ممكن يكون هذا على الأقل كان الصحيح، لكن ما قدر يعدل المباراة.